قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الآية من سورة النور فيها فوائد عظيمة جدا. الله نور السماوات والأرض. قال العلماء: ما من نور في السماوات ولا في الأرض إلا وهو من نور الله تبارك وتعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى قراءة ثانية بالتجديد، وهي قراءة صحيحة: الله نور السماوات والأرض. قالوا: الله تبارك وتعالى نور السماوات بالكواكب والنجوم، وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ونور الأرض بشرائع والرسل والأنبياء المرسلين. فالله عز وجل نور السماوات والأرض. ودفعوا قسمي النور في الشريعة، لأن النور في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم لقسمين: نور حسي ونور معنوي. والنور الحسي هي الأنوار التي تشاهد بالرؤية، كنور القمر والكواكب وغيرها من المصابيح الآن الموجودة، هذه كلها أنوار حسية مشاهدة لأنها تحس بالعين. والنور المعنوي هو نور الهداية والدلالة، وهذا كقول الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سراج منير، أي النور المعنوي وليس نورا حسيا كما يعتقد المتصوفة. النبي عليه الصلاة والسلام ما بينور نور حسي، إنما المقصود بهذه الآية النور المعنوي. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، خلقه الله تعالى من تراب كما خلق آدم عليه السلام. وجاءت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وكان عند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قامت من الليل رضي الله تعالى عنها فما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فالتمسته فإذا هو ساجد يصلي لله تبارك وتعالى. السيدة عائشة بقت تفتش، تشوف بجاي تفتش وين النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان بيولع نور حسي لما التمسته السيدة عائشة، ولا ما كذا؟ فالمقصود هنا بالنور النور المعنوي. أما ما يرويه المتصوفة: إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، لحديث موضوع أصلا لا أساس له ولا عنده إسناد ذاته، حديث موضوع. طيب، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، وده مثل ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا. وشوف الأمثال، ربنا قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والمثل في القرآن والسنة دائما تجد من الواقع، أصلا لا يمكن تلقى لك مثال في القرآن ولا في السنة من مكان تاني أنت ما تقدر تتصوره. لا، الأمثلة كلها من الواقع وهي للتغريب، لأنه كما قيل: بالمثال يتضح المقال. مثل نوره، وهذا المثل هو للنور المعنوي كما قال العلامة السعدي عليه رحمة الله في تفسيره. المثل ده مضروب للنور المعنوي، نور الهداية.
مثل نوره كمشكات. المشكات هي الفتحة في الحيطة تسمى بالكوة، لكن ما نافذة زي دي كده زي دي، لكن دي نافذة، دي ما مشكات. تكون في فتحة لكن بغادي ما مفتوحة شوية كده لجوة، ما نافذة بهناك، ده اسمه شنو؟ ده المشكات. الفتحة دي اسمها المشكات. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، جوا في المشكات ده في مصباح. والكلام ده بيعرفوا الناس الأغاليم، احنا عندنا في البلد في اللمبة بتاعت الله، شفت المثل ده؟ لو مشيت البلد بتشوفه بعينك، اللمبة بتاعت الله، الفانوس بيسموه لمبة بنية مش كده؟ في نوع تاني بتاع الفانوس ده بيخطوا دايما في حفرة كده، لأنه الحفرة دي بتلم الضوء وبعد ذاك بتطلع شنو؟ بتطلع الضوء. فده مثل انت بتشوفه بعينك تحسه. كمشكات فيها مصباح، في مصباح جوا، المصباح في زجاجة، يعني المصباح ذاته جوا في شنو؟ في زجاجة. والزجاجة دي بيخطوها وبيكون جوا فيها الشريط بتاع اللي بيولعوا فيه النار، والزجاجة بتلم النور بعد ذاك بتشع بتطلع النور برا. المصباح في زجاجة. طيب الزجاجة كيف؟ الزجاجة كأنها كوكب دري من شدة اللمعان ومن شدة الصفاء، زي الكوكب الدري اللامع الظاهر. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، البيوقد شنو؟ من شجرة مباركة. المصباح، هذا المصباح يوقد من شجرة مباركة. ما هي هذه الشجرة؟ زيتونة، لا شرقية ولا غربية، لأن الزيتون بيستخدم منه الزيت، وزيت الزيتون يستخدم للإضاءة، زيت الزيتون بيستخدم للإضاءة. وعشان كده ربنا قال زيتونة، ودي شجرة مباركة ودي فيها فوائد علمية كثيرة. الزيتون ده فيه فوائد كثيرة وربنا أقسم به، والتين والزيتون وطور سينين، شجر الزيتون فيه فوائد عظيمة جدا، وكذلك زيت الزيتون. ربنا قال الشجرة دي شجرة مباركة لأنه فيها خير كثير، البركة من الخير الكثير اللي فيها. فأنت تحافظ على الكلام ده وتستخدم الزيتون وتدل عليه الناس، لأنه ده في النهاية البركة بتاعته بركة بدليل، ما زي البركة بتاعت القبة ولا طينة المكاشفي. واحد يقول لك طينة المكاشفي فيها بركة، قال منو؟ منو اللي قال فيها بركة؟ في دليل؟ ما في دليل. أنا بقول لك زيت الزيتون فيه بركة لأنه الله قال كده في القرآن. أما أنت تقول لي قبة المكاشفي فيها بركة، وزي ما ده قال شنو؟ ده قال ديوان النشيد للعارف بالله سيدي الشيخ عبد الباقي المكاشفي، إصدارات قال رابطة شباب المكاشفية، رابطة. وشنو مكاشفية ولا نادي بتاع مريخ؟ مكاشفي كمان دار له رابطة؟ ها؟ نسأل الله العافية. رابطة إصدارات رابطة شباب المكاشفية. شو الزول ده قال شنو؟ هنا برا في الغلاف ولا تخش جوا برا. قال الله أكبر، قد لاحت لي معالم قبة فيها حياة الروح للموتى. ده وين؟ ده في الغلاف برا، والجواب باين من عنوانه زي ما بيقولوا في السودان. ده في الغلاف برا قبة، قال الله أكبر، مما شاف القبة كبر. حسي على التكبير بالقبة شنو؟ أنت شفت القبة المفروض تقول يعني تعظم الله تبارك وتعالى، لكن هم ما كبروا الله عز وجل من باب التعظيم لله، لا، من باب التعظيم للقبة. قال الله أكبر، قد لاحت لي معالم قبة، يعني شاف القبة بتاعت المكاشف من بعيد فرح، قال فيها حياة الروح للموتى. حياة وميت تاني كيف حياة الروح للموتى؟ لكن ده كله عشان تعرف الباطل بتاع هؤلاء الناس. فربنا قال زيتونة لا شرقية ولا غربية. قال العلماء يعني إذا طلعت الشمس عند المشرق فهي مواجهة للشمس الزيتون، وإذا غربت الشمس فهي كذلك مواجهة للشمس،
وليس بينها وبين الشمس حجاب. ودي فيها فائدة للجماعة بتاعين النباتات. شوف النبات كل ما انت خليته في محل فاتح سهلة عشان لأنه الشمس فيه فوائد. انت ما تفتكر الشمس دي ساي، الشمس دي فيها فوائد حتى للبشر ذاته. بس الشافعي الصغير مرات يقول لك عرضوا للشمس الصباح بدري، مش كده؟ يقول لك ما تعرف فيه فيتامين دي وفيه شنو، وده كله من آيات الله تبارك وتعالى، كله من آيات الله عز وجل. فالشمس دي فيها فوائد للنبات. شوف الزيتون ده انت لو زرعته في غرفة مقفولة ما بيديك نفس الانتاج لما تزرعه وين؟ في السهلة برا. كل ما كان، ومعظم الزراعة كده بالمناسبة، ما الزيتون براو، كل ما كان في السهلة برا وجات عليه أشعة الشمس الصباح والظهر والمساء، فدي فيه فائدة عظيمة جدا. شكذا ربنا قال زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. الزيت بتاع الزيتون ربنا قال يكاد إنه يضيء من الصفاء واللمعان، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. لأنه زيت الزيتون انت عشان يديك إضاءة لابد تولع فيه نار، مش كده؟ ما في شريط كده بدخله جوا في الزيت بعد ذاك انت بتولع النار، كل ما اتاكل الشريط بتجر من الزيت شريط مبلول بعدها بيولع معاك، مش كده؟ ايوه. فربنا قال يكاد زيتها يضيء، الزيت ده من شده الصفاء واللمعان دار يولع براو حتى بدون نار، ولو لم تمسسه نار. بعد ذاك ربنا قال نور على نور، يعني شوف نور الإضاءة ونور زيت الزيتون كل ده نور على نور. والعلماء قالوا زي ما قال العلامة السعدي عليه رحمة الله، قال وهذا هو حال المؤمن، لأن المؤمن أصلا هو على الفطرة ده نور نمرة واحد، لكن بيجوا ناس بيطفوا براهم، بيجوا ناس بيطفوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا وهو يولد على الفطرة، ده ما نور ولا ما نور؟ نور، كونه تولد على الإسلام ده نور. فما من مولود، أي مولود، كلهم المكاشف ده ذاته ربنا جابه على الفطرة براو، غير حاله براو. وغيره من الجماعة ربنا جابه على الفطرة، ربنا سبحانه وتعالى ما قصر مع الجماعة دي، والله ما قصر معه، جابوا طلعوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا وكانوا على الفطرة. المكاشف ده كان على التوحيد، شفت لما جابه ولدوا الداية مرقته أكان على التوحيد، لكن لما كبر شوف الجماعة كبروا وقالوا عنه. أنا أديك النماذج عشان تشوف الشغلة دي ملخبطة كيف. الصفحة 44، دي الناس ربنا امتن عليهم لكنهم كفروا بنعمة الله عز وجل، امتن عليهم جابهم على الفطرة على التوحيد. قال سلام الله على الحبر، الحبر أو الحبر الشهير، مكاشفي ذاك الرب اللطيف له العلم ساطع وبه شهير، كشف له ربه علم الغيوب ناظرا في الملكوت شيئا عجيب. ده قال الله تبارك وتعالى كشف للمكاشفي علم الغيوب، عشان كده بسموه المكاشفي، هو اسمه عبد الباقي، سمى المكاشفي لأنه قالوا يكشف عنده الغيوب ويعلم ما في الضمير. كل ده كذب وافتراء، كذب وافتراء على الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يكشف للمكاشفي علم الغيوب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولو دي حرف امتناع لامتناع، امتنع الاستكثار من الخير لامتناعه، لامتناع علم الغيب عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، وربنا ما يكشف للنبي صلى الله عليه وسلم الغيب، يجي يكشف للمكاشفي، ألا تتقون الله تبارك وتعالى؟ الناس زي المجرمين، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى مجرمين. واحد لقيته معلق عندنا مقطع كده أظن في حلقة في الحاج يوسف ولا شنو، النوع اللي عنده الإحساس بتاعه يسموه شنو، ناس شاب ديل في الهندسة بيعرفوا حساس حبة كده، كاتب لي تعب قال لي بس كلامكم سمح
لكن كلمة مجرمين ودي كده لو استبدلتها بهداهم الله لكان خير. قال الود ده حساس كيف بالله. ها يا اخي ما انت قال مجرمين دي كلمة كعبة دي ما لفظة شرعية. ربنا ذكر مجرمين كم مرة في القرآن ذكر لفظة مجرمين. همش اتبع وشوف. لكن اليوتيوب ده مصلبطين فيه ناس كتار خلاص والوسائل بتاعت الإعلام قاعدين طبابين ملصقة جوا والله أي واحد نط خشية داري يكتب لك كلام بمزاجه ساي. فده قال لك الله كشف للمكاشف علم الغيب ونظر في الملكوت في ملكوت الله عز وجل شاف أي حاجة فوق فوق في اللوحة المحفوظ شاف أي حاجة للمكاشف وميت للأسف الشديد. هسي ميت ولا حي؟ ميت المكاشف تحت التراب زول ميت بيموت مات يكون نظر في اللوح. ها طيب مات ليه؟ مات ليه شنو؟ مثلا قدام قال يطير في الكون عرضا ثم طولا تنطوي له الأرض مثل السرير. قال بيطير المكاشف بيطير. قال المكاشف بيطير كذابين. ولو طار ذاته لو طار ده ما فيه دليل انه ولي يا ناس صوفيه ده اللي بيفهموا متين. الان لو جاء المكاشف طاير بيجاي ما بنقول لك ايوه ده ولي من اولياء الله الصالحين. انت قال الطيران ده صعب على الشياطين صعب انهم يطيروا ما صعب عادي ممكن يلموا فيه اثنين شياطين شفاته واحد يقبض ابوك الشيخ من كرعينه والثاني من يدينه اثنين فوق يجي قاطعين به وبيجاي عادي شياطين شايلينه. فده ما فيه دليل انه زول ده انه زول ده ولي. انت الدجال ما شفته؟ الدجال ده بيلف الواطه دي لف ما تتخيله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن سرعته قال كالغي طرته الريح زي المطر اللي بتجي عليها الريح. فدار يوهمك انه بيطير عشان يقول لك ده ولي. يا زول لو طار ذاته ما ولي مع انه ما بيطير كذاب. مكاشف ما بيطير والله. اسي ود المكاشف ده خليه يطير لنا عشان ذاته نشوف ويريحنا ذاته من المواصلات. يا اخي ما تشيلنا شيل الصوفيه بس. الصوفيه اللي عاملين لنا جوطه في المواصلات تلقى راكب وجاري سبحته في المواصلات ده اعملوا له خطوط جويه مكاشفيه ما يركب معانا ذاته في المواصلات. طير يلا الله لا عادك طير والله ما يطيروا ويريحونا ولا دارين تطيروا متين انتوا. فقال اسرى اسريا بروحه لما انطار يعني اسريا بروحه الى الجنات وشاف ما فيها من نعيم غزير. قال المكاشف اسري بروحي الى الجنه ومشى هناك وكشف النعيم كله في الجنه. المكاشف شاف الجنه سبحان الله. قال اوعى يا اخي الاعتراض. طبعا دار يوهمك بعد ما خلاص اداك الكذبه بعد لابد يوهمك اوعى تعترض. قال لك على الكلام ده اوعى يا اخي اهل اخي اوعى يا اخي الاعتراض اهل الله جاهم زائدا كثير. ذاته تركيبه بتاعت شعر ذاته غريبه ذاته. في الشعر ذاته الناس ما نافعين والله في الشعر ما نافعين. فربنا قال نرجع للايات نور على نور نور الهدايه. السعدي قال طلع ربنا طلع يطلع المولود على الفطره ده نور نمرة واحد. بعدك يأتيه الرسل بيجوا الرسل بالكتب فلو اتبع ده نور نمرة اثنين نور على نور. عشان كده ربنا قال في سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فده كل نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء لأن الهداية دي مقصود بها الهداية التوفيق وكذلك هداية الدلالة. وهداية الدلالة ربنا سبحانه وتعالى أرسل فيها الرسل وبيّن فيها الشرائع. أما الهداية القلبية فهذه لا يملكها أحد إلا الله تبارك وتعالى. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. دي كلمات بسيطة جدا من أراد الزيادة يرجع لكتب التفاسير وكتب أهل العلم. بارك الله فيكم. قدم الشيخ أحمد البدوي.